هيكون الفيديو ده رد على اكتر من طلب جالنا بخصوص رسالة الخطأ اللي بتظهر في اجهزة ال HP الحديثة. طبعا احنا كنا عملنا فيديو قبل كده شرحنا فيه اكتر من رسالة خطأ وازاي او الطريقة العملية لحلها. شرحنا في الفيديو اللي فات ده أداة من أدوات شركة HP اسمها DMI Tools، بتحل أكتر من رسالة خطأ في أجهزة ال HP الحديث منها والقديم، ولكن في بعض الرسائل في الأجهزة الحديثة الأداة دي للأسف ما بتحلهاش أو ملهاش علاقة بيها. من ضمنها الرسالة اللي موجودة دلوقتي على الشاشة اسمها Man Factor Programming Mode is in Unlock Mode. الرسالة دي بتظهر في حالة إن المود ده Unlock، الطبيعي ان المود ده يكون مقفول عشان الرسالة دي ما تظهرش. خلينا نتكلم عن حالتين هتظهر فيهم الرسالة دي. الرسالة دي هتظهر في حالتين، الحالة الاولى ان الرسالة دي تظهر لك في بداية التشغيل وبعدين الجهاز يكمل عادي يخش على نظام التشغيل بتاعه، وقتها هتتبع اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده. الحالة التانية ان الرسالة دي تظهر ما تقدرش انت تخش على البايوس، ما تقدرش ان الجهاز يكمل مرحلة البوت بتاعته، وساعتها لازم تشحن شريحة الاي سي والمين باصدارات متوافقة مع بعض، يعني لازم يكون الشريحتين دول متوافقين مع بعض. طبعا الرسالة دي بتظهر في حالتين اتنين، لو انت شحنت شريحة المين باصدار غير متوافق مع شريحة الاي سي فيظهر لك الرسالة دي، او بتظهر اثناء تحديث البايوس، لان اغلب التحديثات من شركة اتش بي بتبقى شاملة تحديث للشريحة بتاعت الاي سي وشريحة المين على اساس ان هم يكونوا متوافقين مع بعض، وشريحة الاي سي تشحن وشريحة المين ما تكملش شحن ايا كان السبب فيظهر لك الرسالة دي. الرسالة دي حلها بسيط باذن الله، وهيكون باستخدام اداة شركة اتش بي عملتها. الأداة دي هيكون في رابط تحميل ليها في الوصف بتاع الفيديو. بعد ما هتنزل الأداة دي هتبتدي تفك الضغط بتاعها وتتابع معانا الشرح اللي احنا هنشرحه دلوقتي. بعد فك الضغط هتلاقي ملف اسمه BCU أو BIOS Configuration Utility. هتثبت الأداة دي على الجهاز زيها زي أي برنامج انت بتثبته على جهازك. التثبيت بتاعها بسيط زي ما احنا شايفين كده، مساحتها يعني بسيطة جدا. هنفتح ماي كمبيوتر سي بروجرام فايلز، هنفتح الفولدر بتاع ال اتش بي، هنلاقي بايس كونفيجريشن يوتيليتي، هنفتح هنلاقي ملفين زي ما احنا شايفين هنا، دول اللي احنا هنستخدمه عن طريق الدوس. فهنفتح السي ام دي Administrator، هنفتحه بالشكل ده. عايزين ندخل على الامتداد اللي احنا فتحناه دلوقتي او المكان اللي احنا فتحناه دلوقتي، فهناخده هننسخه. بعد كده هنكتب في الدوس السي دي سبيس، بعد كده هنحط الامتداد بتاع الملف اللي احنا فاتحينه كده. وفتح الامتداد زي ما احنا شايفين. هنبتدي المرحلة دي هنستخدم في ملفين عندنا. الملفين دول لو الويندوز بتاعك 32 بت هنستخدم الملف اللي احنا بنستخدمه، لو 64 هنستخدم الملف التاني. تحط الملف بعد كده بتكتب .exe بعد كده سلاش بعد كده بتكتب get config نقطتين في بعض، بعد كده بنكتب config .txt. وهنا هيبتدي يطلع لي البيانات بتاعة البايوس في ملف config زي ما احنا شايفين. الملف ده مفروض اللي احنا نعدل عليه، بس للأسف انت مش هتعرف تعدل عليه جوه الملف اللي انت فاتحه. زي ما احنا شايفين دي البيانات اللي الأداة بتحلها. خلينا ناخد الملف ده بره، لان يعني انت مالك صلاحية ان انت تعدل على الملف ده جوه المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، فخلينا ناخده بره نعدل الاوبشن اللي احنا عايزينه. هنفتح كده ملف الكونفيج، هنلاقي لو نلاحظ هنا ان النجمة بتكون موجودة جنب الخيارات المفعلة للأداة دي
بتحلها او بتعدل عليها. فاللي هيحصل هنا اللي احنا هننقل النجمة دي من الخيار اللي فوق للخيار اللي تحت اللي احنا عايزين نفعله، بحيث ان الرسالة دي ما تظهرش معانا تاني ونحل المشكلة. فاللي بيحصل اللي احنا هنلغي النجمة من فوق وهنزلها تحت، نحط نجمة تحت. كده احنا حلينا المشكلة. احنا هنسيف بقى الملف وننقل الملف ده جوه تاني. طبعا احنا نقلناه بره على اساس ان الفولدر ده انت مالكش بيرميشن ان انت تعدل جواه اي حاجة. فهنرجع الملف بتاع كونفيج تاني ونوافق على الاستبدال. نرجع بقى لصفحة الدوس اللي احنا ما قفلناهاش، ننفذ امر تاني يشغل لنا الاعدادات الجديدة اللي احنا عدلنا عليها. هناخد اسم الملف كوبي، بعد كده هنفتح صفحة الدوس تاني، بنكتب دوت اكس اي نكمل امتداد الملف، بعد كده بنعمل سلاش. هنكتب هنا المرة دي امر تاني set config نقطتين، وهنحط اسم الملف اللي احنا عدلنا عليه ونحط امتداد الملف txt. جميل جدا، ننفذ الامر ده. كده احنا مشكلتنا اتحلت. خلينا نجرب نشغل الجهاز من الاول او نعيد تشغيله ونشوف الرسالة دي هتظهر معانا ولا لا.